السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة ليلى للدعم الدراسي بالفرنسي براتيك للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. ليكتور دي زانسيكت أو مونو لا باج 162-163. La quatrième semaine, lecture des insectes en menu. حشرات في قائمة الطعام. L'objectif ديال لو كور ديالنا هو se repérer dans un texte informatif وأننا نتموقعو في نص ذو طابع معلوماتي ولا نتعرفو على نص ذو طابع معلوماتي ولا utiliser des indices pour faire des hypothèses de lecture ولا أننا نستعملو مؤشرات باش نديرو فرضيات ديال القراءة. الدوكيومون ديالنا عبارة عن دو تكست ايماج و كارت غادي نقراهم وغادي ندوزو لي كيستيون. لي انسيكت اون موفيز ريبوتاسيون. الحشرات عندها سمعة سيئة. اي بيك كتعض. اي كور بارتو تجري في كل مكان. اون جينيرال بشكل عام اون اوروب في اوروبا اون لي زيفيت كنتجنبوها. اي اون نو بونسوري با الي مونجي ما كنفكروش اننا ناكلوها ولا نذوقوها. Mais dans d'autres régions du monde, ولكن في مناطق أخرى من العالم, ces petites bêtes sont dégustées avec plaisir. هاد الوحوش الصغيرة تذوق بشغف ولا بسرور. Pourquoi? علاش؟ Parce qu'ils sont nutritifs et délicieux. لأنها مغذية ولذيذة. Un tiers de la population mondiale mange des insectes. ثلث ديال سكان العالم تياكلوا حشرات. كلكو شيفر اوتيل يعني بعض الارقام المفيده. 1462 اسبيس دانسيكت كونو سون كوميستيبل يعني 1462 نوع من الحشرات المعروفه صالحه للاكل. 2 مليار فيرغول 5 دو بيرسون دون لو موند كونسوم دي انسيكت. 2 مليار فاصلة 5 شخص في جميع انحاء العالم كياكلوا الحشرات. Un steak de 100 grammes équivaut en valeur nutritionnelle à 40 grammes de grillon. يعني قال لك شريحة ديال 100 غرام كتعادل من حيث القيمة الغذائية 40 غرام ديال الصراصير. قالوا لنا شريحة لحم ديال 100 غرام تعادل من حيث القيمة الغذائية 40 غرام ديال الصراصير. 100 غرام d'insectes fournissent 100% des apports journalier recommandé en minéraux et en vitamines. 100 غرام ديال الحشرات كتوفر لنا 100% ديال السلك اليومي الموصى به من المعادن والفيتامينات. Chaque soir sur terre, une personne sur 8 se couche le ventre vide. يعني كل ليله على الارض واحد من اصل 8 ديال الاشخاص كينعس لو فونتر فيد يعني كرشو خاويه يعني ما واكلش. غادي ندوزو La carte des insectes pour contribuer à la sécurité alimentaire de la planète. هذا هو العنوان ديال الخريطة. هو الحشرات المساهمة في الأمن الغذائي ديال الكوكب. Plus de 1900 espèces d'insectes comestibles sont consommées dans le monde. يعني أكثر من 1900 نوع من الحشرات صالحة للأكل في جميع أنحاء العالم. أكثر من 1900 نوع ديال الحشرات الصالحة للأكل سون كونسومي كتستهلك دون لو موند في العالم. عندنا في هاد الأشرطة الخضراء لي زون أو لون كونسوم دي زانسيكت المناطق في العالم اللي كيستهلكونا الحشرات. إذا لاحظنا غادي نلقاو أقصى جنوب وأقصى شمال أمريكا، جنوب إفريقيا، وهنا آسيا. المناطق اللي بالأحمر لو نومبغ دانسيكت كوميستيبل باغ بيي العدد ديال الحشرات الصالحة للأكل في كل بلد. هاد البلدان اللي بالأحمر كتاكل أكثر من 100 نوع ديال الحشرات. البلدان اللي بالموف كتاكل من 25 حتى 100 نوع ديال الحشرات. البلدان اللي بالأخضر كتاكل من 5 حتى 25 نوع ديال الحشرات. والبلدان اللي بالأزرق كتاكلنا من 1 حتى الخمسة نوع من الحشرات. تري بيان، غادي ندوزو لي كيستيون ديال جوبسيرف اي جو ديكوفر. لا بروميير كيستيون، كومبيان ياتيل دو دوكيومون سور لا باج؟ الى لاحظنا شحال عندنا من دوكيومون، إليا 4 دوكيومون سور لا باج. عندنا 4 ديال لي دوكيومون في لا باج.
La deuxième question, quel est le genre de chaque document? Je ne vois pas dire que le document, le genre des documents Kemlin est informatif, qui a des informations. La troisième question, que représente-t-il? Je ne sais pas. Document l'ouel, un texte. Document tani, quelques chiffres sous forme d'un texte. Bad l'arqam, yani ala shakl nas. Une image, une illustration, image et une carte, khareta. La quatrième question, lis les différents titres et légendes. Radin qaraou les titres, radin qaraou la légende, déjà qaraina hadi al-khareta. La légende yel miftah yel khareta. La cinquième question, à partir de ces indices, formule des hypothèses sur le contenu du texte. يعني من خلال هاد المؤشرات غادي نديرو حنايا فرضيات ديال القراءة، نقدرو نديرو فرضيات على لو كونتوني، على المحتوى ديال النص. لو تكست اي دو تيب انفورماتيف، يعني كيعطينا معلومات، كي فا تريتي لي غادي يعالج لينا لو سوجي دي زانسيكت، غادي يعالج لينا الموضوع ديال الحشرات. غادي ندوزو جو كونستخوي لو سونس. لا بروميير كيستيون، لي لو بروميير دوكيومون، الا قرينا النص الاول. Quelle est ton impression personnelle? شنو هي الامبرسيون ديالك، الراي ديالك ولا الانطباع ديالك الشخصي؟ كوش لا بون ريبونس، و سي ديغوتون ولا سي اون بون ايدي؟ باش ناكلو الحشرات سي ديغوتون، يعني مقرف. لا دوزيام كيسيون، جينيرالمون لي انسيكت نو سون با زابريسي، يعني حتى واحد ما تي ابريسيهم، حتى واحد ما تيبغيهم. كومون اكسبليك تو سيت موفيز ريبوتاسيون؟ Cite le texte pour répondre. باش نجاوبو غادي نمشيو للنص الاول. Les insectes ont une mauvaise réputation. عندهم سمعة سيئة. علاش؟ Ils piquent, كيعضوا, et ils courent partout. وتيجريو partout, في كل مكان. قالوا لنا غادي نذكروا النص اللي خدينا منه الإجابة، هو النص الأول. La troisième question, pourquoi dans certaines régions du monde les insectes sont dégustés avec plaisir? علاش في بعض مناطق العالم les insectes, الحشرات كيذوقوها بمتعة. Dans certaines régions du monde, les insectes sont dégustés avec plaisir. علاش؟ Parce qu'ils sont nutritifs et délicieux. لأنها مغذية ولذيذة. غادي ندوزو لا quatrième question. Complète le tableau en cochant la bonne réponse et en justifiant ta réponse à partir de texte. غادي نقولو هاد لي فراز واش elles sont vraies ولا fausses. وغادي نديرو لا جيستيفيكاسيون اللي هي التعليل ديالنا انطلاقا من النص. لا مواتي دو لا بوبولاسيون مونديال مونج دي زانسيكت. قالوا لنا النص سكان العالم تياخدو تياكلو حشرات. سي فو، ماشي النص. قالوا لنا من النص ان تيير، التعليل غادي نكتبو لكم لتحت حيت ما غاديش يقدني هاد المكان. ان تيير دو لا بوبولاسيون مونديال مونج دي زانسيكت، غير الثلث ماشي النصف. تري بيان. Un steak de 100 grammes équivaut en valeur nutritionnelle à 100 grammes de grillons. قطعة اللحم ديال 100 غرام كتعادل لنا في القيمة الغذائية ديالها 100 غرام ديال الصراصير. خطأ. إلا رجعنا النص الثاني غادي نلقاوها كتعادل لنا غير 40 غرام ديال الصراصير. يعني غادي نديرو فو ولا جوستيفيكاسيون. عندنا ان ستيك دو 100 غرام ايكيفو، هنا غادي ديرو AUT en valeur nutritionnelle à 40 grammes de grillons. كتعدنا غير 40 غرام ديال الصراصير. Une personne sur 8 ne mange pas à sa faim. C'est vrai. يعني قالوا لنا شخص من اصل 8 ديال الاشخاص ما تياكلش من تيجوع. ولا جوستيفيكاسيون التعليل هي une personne sur 8 se couche le ventre vide. كينعس الكرش ديالو ولا المعده ديالو فارغه. En Chine on consomme plus de 100 insectes. يعني في الصين كناكلو اكثر من 100 نوع ديال الحشرات. سي فري. هنا التعليل غادي ناخذوه من الخريطه. الا رجعنا للخريطه غادي نلقاو الصين هي هذه، اللون اللي دايرين فيها هو الاحمر. غادي نمشيو اللون الاحمر في المفتاح. قالوا لنا لو نومبر د انسيكت كوميستيبل بار باي هو بلوس دو 100، اكثر من 100 نوع ديال الحشرات اللي كتستهلكها الصين. غادي ندوزو لا سانكيام كيستيون. Pourquoi, à ton avis, l'auteur a diversifié les genres de documents? قالونا علاش في الرأي ديالك لوتور الكاتب a diversifié نوعنا les genres de documents، الأنواع ديال الوثائق، الأنواع الوثائق. L'auteur a diversifié les genres de documents pour nous donner باش يعطينا plusieurs sources d'informations،
يعطينا مصادر بزاف ديال المعلومات. La sixième question, l'organisation de la page facilite-t-elle la compréhension et la transmission de l'information? قالوا لنا واش التنظيم ديال الورقة كيبسط ولا كيسهل الفهم ولا ترانسميسيون التوصيل ولا الإيصال ديال المعلومة. La bonne organisation يعني حسن تنظيم دي دوكيومون دو لا باج ديال الوثائق في صفحة أفاسيليتي يعني سهل لنا لا كومبريونسيون الفهم ولا ترانسميسيون دو لانفورماسيون سهل لنا أننا نفهمو وأن الميساج ولا المعلومة توصلنا بطريقة سهلة. La septième question, quelle conclusion peut-on tirer? Vérifier les hypothèses que tu as émises avant la lecture. La question 5, j'observe et je découvre. On peut dire que le texte est un texte informatif, qui donne des informations sur la consommation des insectes dans le monde entier. على استهلاك ديال الحشرات في العالم بأسره. La huitième question, je lis à haute voix le paragraphe numéro 1. يعني الباراغراف الأولى غادي نقراوها بصوت مرتفع. غادي ندوزو لي كيستيون ديال جو رياجي. La première question, après avoir lu les documents, من بعد ما قرينا لي دوكيومون, est-ce que ton impression personnelle a changé? واش الانطباع ديالك الشخصي تبدل؟ يعني تقدر تاكل الحشرات. Mon impression personnelle n'a pas changé, mais elle m'a dit, je ne peux pas manger des insectes, ma pdèche, n'akul des insectes liés à hacharat. La deuxième question, y a-t-il, à ton avis, d'autres manières de lutter contre la faim dans le monde? Wesh kaina tariqa wahdakhra min ghir annana naklo l'hacharat, bèche, n'harbo l'maja'a f'l'alam. À mon avis, فالرأي ديالي, il y a plusieurs autres manières de lutter contre la faim dans le monde. كاين بزاف ديال الطرق واحدة أخرى اللي تقدر تحدنا من la faim, المجاعة في العالم. Par exemple, consacrer des dons aux pauvres, يعني أننا نخصو des dons اللي هما تبرعات للفقراء. Éviter le gaspillage alimentaire, يعني نتجنبو تهدر الطعام. Donner de la nourriture, نعطيو الطعام. ولا نتبرعوا بالطعام دوني اوز اورغانيزم دو شاريتي اونيت ونعطيو للجمعيات ونتبرعوا للجمعيات الخيريه الصادقه. لا ثوازيام كيسيون اتون افي كي لابيتود بوتون شانجي بور غاسبيي موا. شنو هما العادات اللي نقدروا نبدلو بور غاسبيي بور غاسبيي باش نضيعوا اقل. امون افي بور غاسبيي موا الفو شنو خاصنا نديرو اشتي اون كونتيتي ليميتي خاصنا نشريو بكميات محدوده ما نبقاوش غير تنشريو. بلانيفيي لي روبا يعني نخططو لوجبات الطعام شنو غادي ندير وشنو غادي ندير شنو غادي ندير في الغداء شنو غادي ندير في الفطور اكسيتيرا. كونجيلي بور ميو كونسيرفي لي زاليمو يعني خاصنا نجمدو للحفاظ على الطعام بشكل افضل. بارطاجي لي فروي اي لي ليغوم افيك لي زوتر واننا نشاركو الخضروات والفواكه مع الاخرين. كاين بزاف ديال لي زابيتود اللي نقدروا نديروها باش نضيعوا اقل وغادي نكونوا بهذا حافظنا على واحد المجموعه ديال الاغذيه اللي تقدر تمشي لنا الفقراء وبهذا غادي تليميتي لينا غادي تحد لنا من لا فان دون لو موند من المجاعه في العالم. بهذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال اليوم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.